والمصحف حرام، حرام يا جدعان. هو مفيش حد هنا في المطعم بيشيل غيري؟ وحياة ربنا ايدي وجعتني. انت يا عم انت سبتني ورحت فين؟ انت يا عم انت هشيل كل حاجة لوحدي انا. سبتني ورحت فين انت بقى؟ حط الحاجة دي هنا وتعالى بسرعة. ماشي. واوعى تمد ايدك على الحاجة. لا مش همد ايدي على حاجة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا عم دي حتة موز عادي. كل دي حتة موز؟ ايوه. طب بقول لك ايه؟ الحاجات اللي حطيناها النهارده في التلاجة دي اوعى تيجي جنبها، ماشي؟ لا ما تقلقش مش هاجي جنبها، انا ما اعرفش ايه هي اصلا. ولا انا عارف ايه هي، بس انا عايز اعرف ايه هي، اعمل ايه؟ كل عيش بقى، احنا مالنا يا عم؟ انا اول يوم وجاي اتدرب، خلي زعتر جايبنا اتدرب. ماشي؟ على رايك يا عم. يا تامر يا مكرم، انت عزفت منك ليه؟ جهزت كل حاجة خلاص؟ كل حاجة جاهزة وغسلناها وكلناها، ما تقلقيش. انت بتاكل الحاجات اللي هنطبخها؟ ايه ده، انتوا بتطبخوا موز؟ معرفش ربنا ان انتوا بتطبخوا موز. الشيف شيفبيني لو جه هيبهدلك. خلاص خلاص انا اسف. يا سلام على الشيف شيفبيني يا جدعان، يا سلام عليه. حد شافه امبارح في التلفزيون؟ ده كان فظيع. شفته وهو بيعمل ملوخيه برازيلي؟ انت ما شفتش حلقه الاسبوع اللي فات بتاعه البصره الاندونيسي؟ الاندونيسي دي نفسي فيها، والله نفسي اكل بصره اندونيسي. هو انتوا شفتوا حاجه؟ ده الراجل ده معجزه. ده قبل كده دخل المطبخ لقى اتنين واقفين زيكوا كده بيرغوا، قام طاردهم. ايه ده ايه ده؟ لو على ايه طيب احسن. يلا يا عم هات يا عم الحاجه دي، يلا خلينا نقشر الجزر والخيار والبصل. يلا لا ما تقربوش من اي حاجه، هو قال هيجي يعلمنا طريقه جديده جدا في التقطيع، فمحدش يقرب من اي حاجه. طريقه جديده في التقطيع؟ ماشي. فين الزفت اللي اسمه سمير ده؟ انا هاجي اشعلقه من ركبه. ايه الزباله دي؟ هو الراجل ده بيزعق كده ليه؟ بس يا عم انت ما تقولش على خالي راجل. بعدين ده المساعد الاول بتاع الشيف شيفبيني، يعمل اللي هو عايزه. والله يا عم دي كوسه يا عم. فين الزفت اللي اسمه سمير؟ انا نفسي افهم دلوقتي، تعالي لي هنا. فين الزفت اللي اسمه سمير؟ سايب الزباله بره. ده انا بص ده انا هشعوطكم كلكم. انت بتزعق كده ليه؟ انا زعق زي ما انا عايز، انا المساعد الاول للشيف شيفبيني. لا ما تزعقش. انت عايز ايه طيب قولي دلوقتي؟ سمير مستر عساف صاحب المطعم بعته تحت في الصاله عشان ينظفها. تعالوا لي بقى كده كلكم، تعالوا لي. احنا من امتى بنسمع كلام مستر عساف ده؟ احنا لينا شيف واحد هو اللي مسؤول مننا، الشيف شيفبيني. وانت يا زفت انت اسكتي. نعم. يا زفت انت، انت انا جايبك هنا تاكل موز؟ يا انت عبيط. يلا يا عم باكل موزه في اخال. انت مش كفايه ان انت مش فالح في المدارس؟ انت عملت ايه في نتيجه السنه دي؟ جبت كله كحك. عشان كده حسيت ان فيك بذرة شيف فجبتك هنا. افهم بقى وركز واتبسط ياض في المطبخ. بتبسط اهو. اوعي تقولي لي اسم المستر عساف ده تاني. والله العظيم لو سمعك وانت بتتكلم كده لا يبهدلك. بلا مستر عساف بلا بتاع، طويل وهايف وهبل وملوش اي لازمه في المكان. ماشي ماشي. ايه مين الحيوان اللي بيشتمني؟ مستر عساف بجد؟ يا لهوي. طب اوعى حد يقول له يا جماعه ان انا شتمته والنبي. ما تخافش يا خالي، اوعى تقول له. وربنا عيب عليك، اخبص على خالي. ماشي. مين الحيوان اللي بيشتمني؟ الحيوان اللي بيشتمك؟ خالي زعتر كان عمال يشتم فيك دلوقتي. تعالى لي يا زعتر. تعالى افهمك. بتشتم بتقول ايه يا ولد؟ انا هقول لحضرتك، احنا في بلدنا لما بنشتم حد بنقول عليه انه جامد يعني. يعني مثلا ايه؟ نقول ايه ده جامد ابن كلب. مش قصدنا يعني ان هو والدته كلبه يعني لمؤاخذه، لا قصدنا ان هو عظيم جدا يعني. يعني مثلا لما نمدح حد نقول يا لهوي ده فاجر. مش قصدنا يعني انه بيعمل حاجات قله ادب، لا قصدنا انه عظيم جدا. طب ما هو كلامه صح هو يا اخواننا، امال بتفتنوا عليه ليه؟ ما هو الراجل عنده حق، ما بيغلطش في حاجه يعني.
كلامه صح يا مستر عساف، ده كان بيقول على حضرتك ان انت ما بتفهمش اي حاجه. انا ما بفهمش في حاجه يا زعتر. انا قصدي حضرتك ان انت ما بتفهمش في اللي انت ما بتفهمش فيه، لكن في اللي بتفهم فيه فانت ابو المفهوميه فهيم. طب ما هو كلامه صح يا بنتي، امال في ايه؟ الراجل ما قالش حاجه غلط. يا عم ده قال عليك راجل قفا. انا قفا يا زعتر؟ انا قصدي ان قفا حضرتك طويل، وده يدل على تحمل المصاعب. طب ما انا فعلا بتحمل المصاعب يا ابني، امال في ايه؟ يا مستر ده انا عليك ان انت راجل معطف. انا معطف يا زقطر؟ يا فندم افهم بس حضرتك، انا قصدي ان دليل على المعطف ده ان حضرتك اصولك من الفلاحين، والمعطف له ودنين، يعني حضرتك ليك ودنين زي المعطف بالظبط. طب ما انا ليا ودنين فعلا يا اخوانا، امال في ايه؟ انا مش فاهم ايه المشكله، الراجل ما قالش حاجه غلط خالص. هقول لك على حاجه. ايه؟ قال عليك راجل حمار. بس قال راجل. بس قال راجل. انما حمار دي يعني ايه حمار يا ابني؟ انت مجنون يا ابني؟ ما انا هفهم حضرتك، انا قصدي ان حضرتك زي الحمار بتستحمل كل اللي يحصل لك، ولو حد سابوك في مكان هتروح بيتكم زي الحمار. طيب فعلا ما انا بروح بيتنا فعلا يا اخوانا كل يوم، الراجل كلامه كله حكم. يا مستر ده قال عليك ان انت راجل عبيط. انا عبيط؟ انا اسف، انا فعلا قلت عليك عبيط. انت قلت عليا عبيط؟ الصراحة دي قلتها، انت فعلا شكلك عبيط. انت متأكد؟ ايوه انت عبيط. ربنا يسامحك. مش هرد عليك لان انت انسان تافه. لان النهاردة يوم عالمي جايينا فيه شخصية عالمية مهمة جدا. الغلطة عندنا بفورة النهاردة، اي هفوة في الاكل اي غلطة نروح في داهية، لان جايينا النهاردة المهراج الهندي. المهراج الهندي ده كبير المهرجانات في الهند. بس انا فهمت، كبير المهرجانات ده زي اوكا وارتيجا عندنا. كبير بتاعهم اكبر منهم. شحتة كاريكا يعني؟ لا، كبير المهرجانات ده كبير قوي. انا فهمت ولقطت المعلومه خلاص. الهنود انت فاهم يحبوا الرقص والمهرجانات، فاحنا لما يجي الراجل ده نستقبله بمهرجان اقوى من المهرجانات. مهرجاناتنا بقى كل اسكت اسمع. اللي بيحصل ده عندي في المطعم يا بهوات. هو مش حضرتك ايه قلت هو ده؟ قلت ايه انا؟ مش قلت ان الراجل اللي في المهرجانات والفرفشه عايزين نبسطه؟ طيب نعمل ايه؟ بقول لك مهراجا هندي كبير المهرجانات، بيخش مهرجانات كبيره في الهند، مش اوكا وارتيجا وشقلبه. في ايه؟ معلش غلطه بفوره. راجل لو لقى غلطه في ايه يا ماما؟ لو سمحت هو المهرجا ده اسمه ايه؟ اسمه أكبر مهتماما مهيتا في العالم. إيه؟ يعني حاجة قريبة من كده، حاجة شبه دي. ما تركزيش في الاسم، ركزي في الطبخ. أنا مش عايز غلطة النهاردة، الراجل ده مهم جدا وجاي تبع مسؤولين مهمين، لو حصل غلطة في الأكل كلنا هنقعد في البيت. ماشي خلاص؟ خلاص يا مستر. ركزوا معايا بقى، عايزين نركز في اللي جاي. أنا هديكوا شوية تدريبات تبقى في الطبخ كويسين، تمام؟ مركزين؟ اهم حاجه يقول لك الست اللي نفسها حلو في الاكل الناس كلها تحبها، فلازم نفسنا يبقى حلو في الاكل، تمام؟ يلا ناخد نفس في خمسه ونكتمه في اربعه ونطلع في الحله، تمام؟ عشان النفس يبقى مظبوط. ماشي يا مستر. تمام؟ تمام. يلا نبدا تمرين. ابدا. واحد اثنين ثلاثه اربعه، اكتم. واحد اثنين ثلاثه اربعه، طلع في الحله. يلا تاني. هوبا ثانيه ثانيه واحده، عايزين حلل كتير بقى تكفينا كلنا عشان نطلع فيها. مين الحيوان اللي اتكلم؟ انا. اطلع خطوه لقدام. انا قلت لك تتكلم؟ لا. افتح ايدك، افتح. ارجع ورا، افتحش بقى غير ما اقول لك. معلش معلش، انت راجل سالم ومفتري. والله بيصعب، والله بيصعب عليا لما بضربه، بس انا بعلمه. انا عارف ان انت بتحبه بس انا بعلمه. تفتحش بقك تاني. خلاص نخلص من تمارين النفس، مفيش تمارين نفس، نخش على التمرين اللي بعد.
يقول لك ايه، الست اللي تعمل اكل خفيف على المعده تبقى ست كويسه، فلازم الاكل اللي نعمله يبقى ايه، يبقى خفيف على المعده. تمام، يلا 10 بطن ننزل. ايه 10 بطن ننزل؟ يلا إيه ده؟ احنا مقدمين حربيه، هاخدكوا كشف جراحه لو ما نزلتوش. ننزل 10 بطن يلا. ماشي يلا ننزل. يا مستر انا بنت، ما ينفعش. مفيش بنات هنا، مساواه في كل حاجه. ماشي ماشي يلا 10 بطن. ثانيه واحده يا مستر. يا ابني ده ضغط. امال هو عايز ايه؟ عايز بطن. اللي هو ازاي؟ الشقلب. ايوه يلا 4 5 6 يلا يا ابني شويه. يا مستر انا حاسس ان انا هخس. اتنيل على عينك كده، هتتخن كده. واحد انت بتعمل ايه؟ بعمل انت بتولولي كده. قوم اقف. ايه الغباوه دي؟ 4 اغبياء، انا عمري ما شفت كده. واحد يبقى غبي، اتنين لكن 4؟ ايه الغباوه دي؟ مفيش بطن، مفيش نفس. هنخش على التمرين اللي بعده. ركزوا في حاجه، المهرج هيجي ينفخنا. ركزوا. هنعمل دلوقتي ايه؟ ايه؟ يقول لك الطباخ الشاطر لو دخل طياره يطبخ ايه؟ يطبخ فراخ وحمام وبط، اي حاجه فيها طيور. طياره بقى نطبخ حاجات فيها طيور. مين الحيوان اللي اتكلم؟ اطلع خطوه لقدام، افتح ايدك. انا قلت لك تتكلم، افتح ايدك. اخلص، ارجع. يا ابني انت حمار، انت بتتدرب على دي بس ما تبدل، وانت راجل ظالم. والله بيصعب عليا لما بضربه، انا عارف ان انت بتعزه بس انا بعلمه. ركزوا معايا يا اخوانا، المهرج هيجي الغلطه بفوره. ركزوا. ماشي تمام. ماشي. لا يا حبيبي، الطباخ الشاطر في الطياره يطبخ ايه؟ يطبخ بقى ممبار بقى وعيش بتاو وحاجات مصريه اصيله بقى. هتطبخ عيش بتاو في الطياره؟ امال في القطر هتطبخ ايه؟ هتطبخ ايه في القطر؟ معلش يا مستر انا عايز. معلش ارجع. انت يا ابني اللي هناك هتطبخ ايه في الطياره؟ مش هطبخ. يعني ايه مش هتطبخ؟ انا في الطياره مش هطبخ. انا بسالك، ده اختبار تجاوبني. مش هتطبخ يعني؟ انا اقعد برنس كده في الطياره والاكل يجي لي لحد عندي. طب ارجع ورا، ارجع يا برنس. وانت هتطبخ ايه يا ماما؟ انا اشوف حضرتك عايزني اعمل لك ايه واعمله لك. هي دي الاجابات. الست بتتعلم، مش عارفه بتتعلم، لكن ما تقعدش تنغي وخلاص. كلكم اغبياء. الطباخ في الطياره مش محتاج يتعلم طبخ، محتاج الضغط الجوي بتاعه يبقى مظبوط. يلا ننزل 10 ضغط. هكشف جراحه اقسم بالله. 10 ضغط يلا. كنت دخلت شرطه اصلا. 10 ضغط بس يا عم. لا طلعنا فوق البوتاجازات ويقول لك نط نطه الثقه. انزل يلا. يعني احنا هننزل ضغط يعني يا مستر؟ اه ننزل ضغط. واحنا من شويه انا كده اخس والله. معلش يا حبيبي انا عارف، انا هفضل اخس كده لحد ما تبقى النضاره ماشيه لوحدها. انزل 10 ضغط يلا. 1 2 3. انت بتعمل ايه؟ وانا بعمل ضغط. انا بعمل ايه؟ انت بتعمل ايه انت؟ اهو انت بتعمل ايه؟ ضغط. ده ضغط ده؟ ده انت هتجيب لي الضغط كده بالحركات دي؟ وموقف لا نفس نافعين ولا بطن ولا اي حاجه. خلاص مفيش تمرينات، مفيش زفت. هنخش على الاسئله على طول. ماشي. المسقعه بتتعمل ازاي؟ المسقعه بتتعمل في السقعه، انما بقى لو عايزين نعملها في السخونه نعملها مسخنه. انت ماما عارفه ان انت هنا؟ ماما عارفه ان انت بتيجي هنا؟ قلت لها الصبح وانا نازل. قلت لها. طب اطلع خطوه لقدام. اطلع. طب بالراحه والنبي. لا لا افتح ايدك، ما انت حمار. اعمل لك افتح ايدك. افتح. اللي هتفلت ب10، اللي هتفلت ب10. افتح ايدك، افتح. يا حمار ما تبدل الايد، انت بتضرب لعنه دي بس دماغي تدخل من وشك. وانت راجل ظالم. اخرس، ما تتكلمش تاني غير لما اقول. يا عم والله العظيم هو السبب. انت قلت لي المسقعه اتلغت صح؟ يا ابني ما هو بيجيب من الملجي. افهم، انت ذاكرت ايه بالليل؟ بتنجان المحشي. ذاكرته ازاي؟ خليت امي عملت لي حله وكلتها كلها. لا انت عبطه بقى. اخرس انت كمان. ماشي. يلا جاوب، المسقعه بتتعمل ازاي؟ حضرتك المسقعه، بص افهم بقى، المسقعه بنجيب بتنجان عرايس. أيوة. بس يكونوا عرايس لسه جداد، لسه ما تكملش. ما تكملش كلامي، ما تكملش. ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. ما تكملش كلام، بلا جداد بلا قدام.
يا ريس جو... ما انا كنت هقول لك ما تكملش كلام ما تكملش كلام هات العصايه ارجع ورا انت يا ابو طهيه مسقعه بتتعمل ازاي ما بعملش مسقعه ايوه ما بتعملش ده اختبار انا مش قصدي انا عايزك تقول لي طريقتها ازاي انا ما بعملش مسقعه أيوة. انا اقعد برنس كده والمسقعه تجيلي انا برنس طب تقعد برنس في اي حته في اي مكان طب ارجع لورا وانت يا ماما المسقعه بتتعمل ازاي انا اشوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك هي دي الكلام هي دي الاجابات ست اهي اهي بتسالني انا اقول لها بعدين انما انا ما بحبش الرغي كتير خلاص نخش على الاكله اللي بعديها مفيش مسقعه وحياه امي ما هنعمل مسقعه هنا طول ما انا عايش مش داخله المطعم ماشي خلاص في ايه هنعمل اكله تاني البصاره البصاره بتتعمل ازاي البصاره دي بتتعمل في البصره عشان هي اصلا اكله عراقيه دي معروفه دي حلوه اهي حلوه والله انت ابوك عارف ان امك جايباك هنا اطلع لي خطوه لقدام خلاص طيب اطلع خطوه لقدام اهو افتح ايدك افتح افتح ايدك جامد ولا جامد والله اقسم هذنبك والله بتضرب جامد اللي هتفلب بعشره افتح ايدك اهو تعلم ماشي تعلم خلاص هتعلم من غير ضرب افتح ايدك هتعلم والله افتح طب افتح ايدك يلا هيسلم شكله هيسلم والله مالكش انت دعوه افتح ايدك حاضر افتح افتح دي افتح دي عايز اني هات دي دي ولا دي اديله المهريه ما هتتقري زياده خفش شفت انا عارف الاخيره دي بتدي فيها جامد طب ارجع لورا ارجع لورا ماشي وحياتي وربنا يوريك ماشي ركز معايا سنة لفين البصاره البصاره بتتعمل ازاي يا ابني حضرتك بنجيب اربعه يلعبوا بصره لو حد بصر تبقى بصاره ولو ما بصرش تبقى استيميشن عادي يكملوا عادي ممكن ما تتكلمش معايا خالص طب مش ممكن ما تتكلمش معايا لحد ما اخلص انت مش طايقني ما ارجع انت يا ابو طهيه البصاره بتتعمل ازاي ما بعملش بصاره ما بتعملش بصاره يعني ما بحبش البصاره اعملها ليه ايوه يعني انت بتعند معايا يعني ابسط حالك زعتر بتعند معايا يا ابني معلش 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 دي ام اسئله دي ام دماغي بالراحه يا مستر انا برنس اقعد كده والبصاره تجيلي ماشي يا برنس ماشي يا برنس ارجع لي ورا يا ابني البصاره بتعمل ازاي يا ماما بص انا اشوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك والله شكلك ما عارفه اي حاجه شكلك بتهودني وبس كل حاجه تقول لي اعمل زيها بس بحبها لان هي بتقول لي انا هفهمها بعد كده انت بياكل معاك الكلام ده اه بياكل معايا الكلام ده دي بتطبلها انا هزمر لها دلوقتي بقى عشان كده شاب تطبل لي انا هزمر لها دلوقتي طب تمام خلاص تمام يا تكلمش معايا انت 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 طب طيش طيب مفيش بصاره مفيش بصاره ولا في مسقعه لا بصاره ولا مسقعه احنا هنعمل كشري وانا اللي اقول لكم الكشري ازاي الكشري بيتعمل واحنا مكشرين نجيب بقى العدس والمكرونه والرز نكشر لهم يبقوا كشري دي معروف يا ابني انت متخلف والله العظيم متخلف يا عم ليه يا عم محدش قالك كده قبل كده لا. كل كلامك غلط وتخلف امشي ارجع مفيش اكل خش على السؤال اللي بعده السؤال ده الامل الوحيد اللي ليكوا يا اما همشيكوا من هنا لعيبه ليها علاقه بالطبيخ سمير كمونه صح احمد كشري صح كابتن شط صح احمد الكاس يا ابني ليه كده يا ابني يا ابني ليه كده احمد الكاس ماله ومال الحاجات دي هي الحاجات دي كلها هتتقدم للناس كده مش لازم نحطها في حاجه هنحطها في احمد الكاس اه وهيمشي ازاي بعد كده لما نحط فيه كل الاكلات دي انت يا ابني ليه كده يا ابني بتعمل ايه مفيش يا جماعه مفيش اكل ومفيش مسقعه ومفيش لعيبه ومفيش بابا لا 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 عشان خاطري ده انت بس والمراجع يجي يفضحنا كلنا كده يا اخواننا والله احنا هنتفضح معلش مش هنتفضح خلاص كل حاجه غلط بقى رجاله ده بس خلاص يا مستر انا اسف خد دي خد دي اعمل بيها ايه اعمل بيها ايه يا بني ادم معلش يا بني ادم افهم شويه انت مش قريب وفهمه كل حاجه غلط كل الكلام مفيش حاجه صح معلش امال هتتعلمه ازاي ركزوا معايا علمنا والله احنا هنتعلم منك علمنا هتعلمه هنبقى زي الفل والله طيب يب. الرز لازم يبقى عليه شعريه الرز يبقى عليه ايه شعريه المكرونه يتحط عليها صلصه من فوق المكرونه يتحط عليها ايه صلصه والكمون لازم بتعمل ايه بتعمل ايه لا لا يا سلام لا لا لا, لا. 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 لا.
هات بس هتتكلم ازاي؟ هتتكلم ازاي؟ اجري اتهبل. الله يخرب بيتك. البست كوت علان علان. ايه هتعمل ايه؟ تعالى طبعا يا مستر خلاص تعالى. ايوه هتعمل ايه بعد كل ده؟ بس 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 خلاص خلاص اسكت. انت ما تتكلمش خالص. اسكت حاضر. وانت البس شكلك عره. البس والله شكلك يقرف الكلب وعامل ايه القرف ده. انا شكلي عره والله. شكلك مقرف جدا. انا شكلي مقرف والله. لو لقينا شغل في مكان تاني كنا ولعنا في شعرك. طب اطلعوا بره بقى في اجتماع. انا هوريكم. انا هو في اجتماع. يلا هتعمل ايه؟ ايه ده؟ في اجتماع. ده اجتماع انت هترشق فينا سكاكين قدامي. اجتماع مهم قدامي بره. قدامي قدامي اجتماع قدامي. تعال اخر اخر واحد انت. تعال ابو طيه قدامي قدامي قدامي. تعالي قدامي. لا ايه يا لهوي انت بجد؟ لا يا بجد والله فعلا ابوس ايدك. هنموت عشان مسرحيه. يلا هتقولي لبسي اهو والنبي السجاجين يا صمو. ماشي قدامي. لو راجل يطلع لي بره. فين الشفشف بيني ده؟ اهدى يا هادي. سيبني يا فادي. هقتله. اني هقتل يعني هقتله. اني ياخد مني اخر طلبيه لحمه ويرجعها الشفشف بيني ويقول لي اللحمه فاسده؟ اني بتاع لحمه فاسده؟ يا راجل ده انا مودي له لحمه. قال لي دايب اللحمه بقشرتها. ايه ما انت غلطان برضك تودي له لحمه بقشرتها. مش لحمه موزه يا راجل. عندك حق في دي. ايه ده الراجل ده بيستجل بينا ولا ايه؟ هو الراجل ده ما يعرفش ان احنا اكبر تجار لحوم وبهايم في الوطن العربي. مومنت تصحيح. احنا اكبر بهايم. ايوه احنا اكبر تجار بهايم ستايل. امال ايه يعني؟ عندك مثلا البقر عندي بيسمع مزيكا. ايوه حس راقي. راقي يسمع مزيكا كيف يعني؟ يعني النت بيسمع وشاكيرا والدكره عباسة حموده. ايوه امال ايه؟ عاوز اقول لك البقره عندي اي بقره تلاقيها خجوله برغم اني مديها الحريه الكامله ليل نهار على الفيسبوك. كيف يعني كيف؟ وفي بقر بيدخل على الفيسبوك غيرنا؟ يا عم ادخل الصفحه عندي جروب ابقار بلا حليب. ايه تمام. حاول تتعرف على واحده. تتعرف ايه؟ اكتب لها بحبك. هترد عليا اياك. هترد عليك بكلمه واحده. ايه ايوه بق البطه. لا بق البقره. يا راجل يا راجل انت ما راكش حاجه. انما انا راجل عندي اشغال واعمال ومسابقات. مسابقات؟ ايوه. انت ليك في المسابقات؟ انا لسه واخد المركز الاول في مسابقه عالميه. ودي مسابقه ايه دي؟ مسابقه كيف تحلب البقره بس بسرعه. ودي عباره عن ايه المسابقه دي؟ المسابقه دي ازاي تحلب البقره بسرعه بس حاطط لك مشكله في الاول. ايه؟ حاطط اسد. كيف تعدي الاسد وتحلب البقره؟ وكان ليك منافسين. ايوه الواد هريدي. وعمل ايه؟ دخل على الاسد قتل الاسد وحلب البقره. وانت عملت ايه؟ قتلت الاسد وقتلت البقره وحلبت هريدي. يستاهل. ايوه امال ايه؟ لا بقول لك ايه؟ ايه كنت معدي امبارح من جنب دواركم وسمعت خناق وازعاج وبلاء. كان في حاجه ان شاء الله؟ ايوه 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 ايوه. دخلت البيت جعان قلت لها يا نانسي حضري الوكل. قالت لي اني ما عملتش وكل. قلت لها زعقت لها فوشه. وقلت لها يعني ايه؟ قالت لي خلاص اني هعمل لك مساج. مساج؟ طب على ايه الطلاق بالثلاثه من يواكله؟
رادل. ايوه انت رادل. ايوه ايوه. اللي بقول لك ايه، البلد كلها بتتحدد عليك. بقول لك ايه، انا اللي زعلان منك. ليه يعني؟ تعرف سبوع محمد ابني امبارح وما تجيش؟ انا ما عايز اتكلم في الموضوع ده. احنا رجاله دم من حامي. ايه اللي حصل يا رادل؟ 5 سنين انت متغرب في الكويت ومرتك تحبل وتخلف كيف بالسلكي؟ اسمع، احنا عيلتنا دمدين، موجودين بنخلف مش موجودين بنخلف. اذا كان امي خلفتني بعد ما ابوي مات ب5 سنين، احنا عيله ولاد 5 يا سيدي. دماغنا كده رداله. امال ايه؟ اهدي ملك يا فادي. اهدي مش وقته. ملك يا فادي، بقول لك هات ودنك. ايه انت لويت منين؟ الناحيه الثانيه. انت لويت منين قلت؟ الناحيه الثانيه. انت لويت منين؟ انت هتعملها في ودني؟ انت اللي قلت الناحيه الثانيه. انا ساحب فحل جاموس معايا قدامي اوريك هتعملها فين، بس مش هسيبك يا شيخ شفيني. آجا آجا جندے شامی آنے کے تلے آجا زرے والا نیلے آسمان کی تلے شکر علی مکالے شکر علی مکاری ہیاری سیکلا کا با کالی لے لبا. سلام علیکم. وعلیکم سلامکو. واضح من لهجته ولبسه انه مصریا. لو سمحتاكي اروح منين دقاك انتاكي؟ ما اعرف شاكي. ما اعرف شاكي، استحاله يكون مصرياكي، كان هيتوه امي يقول لي شمال في مين. انت مين نيها؟ انا شخارم. شخارم؟ انت شخارم؟ ها. وانا كوارم. كوارم شخارم. نا کچھ بولا نا کچھ تولا. ريحتاكي معفناكي. اسم الله على المسكاكي يا غبي. اول ما قلت لك ايه اسماكي قلت على طول فين التنكرات وسايبني مركون ساعه مستخبي. انت لم تتاكد ان انا شخارم؟ انت شخارم؟ انت لم تتاكد؟ لا انت شخارم. هسالك سؤال هندياك، من هم اشهر ممثلين بوليود؟ شاروخ خان. كابور خان. جميله خان. ماري خان. شكري سرخان. هو شخارم بغبائه. لا يوجد هنا احدا سوانا، يجب ان نتحدث المصريه. هم المطلع عين امي لم للصبح وقعد عماله تقول لي كواكا وكاكي وكاكي اي حكا. انت فاكر اللهجه الهندي دي مريحانا؟ احنا الهنود، ده احنا اكتر ناس بنتعب، العالم كله بيتكلم ببقه الا احنا. امال احنا بنتكلم بايه؟ بدماغنا. نقعد نقول لا شو كنت فاري، 4 جمل يجي لي ارتجاج وانا واقف. ولو شغال مغني بقى لا هي صرع. والله العظيم تعبان انا في الهند. والله ما حد هيجيب لي صرع غيرك. ليه انت جايبني من الهند لغايه مصر هنا ومدخلني مطعم ليه؟ مش احتطني ليه؟ بس هقول لك، عارف المهراجه اللي جاي هنا المطعم؟ ده خطف حبيبتي وجيبها على هنا. حبيبتك مين دي؟ يلا حبيبتي البت الهنديه. ما كلهم هنود، انا واحده. يلا البت اللي بتعمل كده دي المؤدبه. يوه ما كلهم بيعملوا كده وبيعملوا كده وبيطلعوا في الاخر شمال. لا والله والله ما شمال، دي بتعمل يمين بس. ما اعرفهاش. يلا اللي انت كنت متجوزها عرفي. يا غبي، طب انت جايبني معاك ليه؟ عشان انت اللي تعرف شكلها، انا يا دوب بشبه عليها. ايوه. المهم عايزين ننتقم بقى، ننتقم من المهراجه ده. ازاي؟ انا هجيب قنبله هنا. بص انا هزرع له قنبله هنا. وبعدين؟ وبعدين اروي القنبله اللي زرعتها. وبعدين تطرح تطلع قنابل مستويه نفرقعها فيه. الله، لو الفكره دي نجحت الصيف الجاي نزرع بطيخ ونفرقعه ونطرطش لب على الناس كلها. بس انت جاي تجيب لي الضغط هنا، انا عايزك تركز معايا، احنا لازم نموت المهراجه ده. طب استنى قبل ما نموته اطمن على مراتاتي. اطمن يا سيدي. جاك اللي بعدك بعد يا ولد كان بعدك بعد يا ولد بعدك بعد يا بوز الاخس ولا بعدك بعد يا ابو الدرع هدي ربي الدرع. الجزمه دي يوصل واشك على بعد يا طب انا يا لواش يا ولد. ايه قالت لك ايه؟ ما فهمتش منها حاجه. يا عم هي قالت لك ايه؟ عايزه منك ايه؟ هي قالت بتقول لي الفيل بتاعك اتجوز فرخه. فيل اتجوز فرخه؟ انت هتشتغلني ده يخلفوا ايه دول؟ فيل اتجوز فرخه هيخلفوا ايه؟ تشيكن فيل ايه؟ انت جاي بتقلش عليا قلش هندي ولا جايين نشتغل ونفجر الراجل؟ احنا جايين نشتغل. ما تتعبش امي معاك. مش كفايه سيبني ملطوع ساعه كل ده بتيجي في الطريق؟ لا والله ده انت ما شفتش اللي حصل وانا جاي بالفيل بتاعي، عديت على 6000 كمين.
اخر كمين ده الظابط يوقف الناس يقول لهم مخالفه مش رابط حزام، مخالفه مش رابط الحزام. عملت ايه؟ شديت زلومه الفيل عملتها حزام. قام وقف لي بقى. ليه؟ قال لي مخالفه. قلت له ليه؟ قال لي ما انت مفيم الفيل، ما يعرفش انه لونه اصلا اسود. يا رب كانوا كلبشوا الفيل منك. بقول لك ايه، انا اسخطك قرد وانت واقف. انت كذاب قوي. ايوه مش هندي، لازم نقعد نكذب. بس انت لو كذبت تخش النار. يعني احنا هنروح النار الهنود عشان بنكذب، ومش هنروح النار عشان بنعبد البقر؟ يا راجل صلي. ايوه صح، ادعي ربنا يهدينا. المهم ايه ده؟ صوت هندي هندي. هلاك بلاكاكي. جبت الكمبليون؟ ها؟ الكمبليون؟ لا افهمه. قنبله فرقع. فرقع كرومب. كرومب ايه؟ بقول لك قنبله فرقع. ما انت هتاكل كرومب تعمل قنبله فرقعها وقت ما تحب. الله يعرف اهلك، انجز خبي القنبله في اي حته. قنبله اخبيها هنا؟ خبيها هنا واكتب عليها قنبله بقى. معاك قلم؟ يا ابني خبيها. معيش قلم. خبيها ورا المطبخ. خبيها ورا هنا. يلا بسرعه قبل ما حد يجي. اخيرا هنتقم من المهرجان اللي خطف حبيبتي وفجر فيه القنبله. ده لازم ده. يا سمير انت يا زفت يا سمير. يجب علينا اختباءات. مكانك هنا هنا. انت يا زفت يا سمير، ايه الزباله اللي في المدخل دي؟ انت يا بني ادم، انت يا بني ادم. يا سمير انت يا سمير، معقوله مفيش حد هنا في المطبخ؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فين الناس يا عساف؟ يا مستر عساف يا صاحب البتاع. ايوه. فين الناس؟ اهم. طب ما تيجوا يلا. في اجتماع. اجتماع ايه؟ ما انت واقف اهو. تعال 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 اجي. ما يلين نقف هنا ليه ما دام اخش؟ يا عساف معقوله اجي هنا ما الاقيش ولا واحد من المساعدين بتوعي، وبتقول لي النهارده يوم مهم وفي مهرجه جاي؟ ايوه في مهرجه جاي وفي يوم مهم النهارده. اسمه ايه المهرجه ده؟ اسمه اكبر مهتماما ما في الدنيا. انت بتالف اسمه دلوقتي؟ والله هو اسمه شبه الحاجات. اكبر ايه؟ مهتماما في العالم. مهتماما. عموما انا قعدت 3 سنين في الهند. احلى اكلات هندي اعملها له النهارده اخليه يمشي من مصر عجبه الاكل اكتر من الاكل اللي بياكله في الهند. ايوه صح، لازم ان شاء الله. طيب فين حضرتك يعني الناس؟ انا مجهزهم في اجتماع. حضرتك يعني انا تحت امرك، انا شيف معروف واشهر شيف في العالم وفي مصر وفي كل حته، لكن ده ما يمنعش ان انت صاحب المطعم. يا باشا ما تقولش كده، والله العظيم ده احنا يعني. يا باشا ايه، انت صاحب المطعم انا شغال عندك. يا باشا ما تقولش كده يا باشا. انت صاحب المطعم انا اللي شغال عندك. لا ما تقولش كده يا باشا. انا ما بتكلمش على الفرقه، المطعم. انت صاحب المطعم. معلش. انا شغال عندك. معلش عشان خاطر. معلش انا شغال عندك. يا طب انت اللي شغال عندي. تعال الناحيه دي. انت كده الشيف. ايوه. وانا صاحب المطعم. ايوه. انت يا بني ادم خدامك يا باشا. انت ما بتعملش غير الادوار دي ولا؟ تعال نحمد ربنا والله. انت صاحب المطعم. انا صاحب المطعم. يلا وانا اللي شغال عندك ان شاء الله. نادي الناس. انا هديهم، انا حطيتهم في اجتماع جوه. حطيتهم في اجتماع؟ عامل لهم اجتماع يعني. عامل لهم اجتماع ايه؟ حضرتك انا المسؤول عنهم مش انت المسؤول عنهم. ماشي نادي لهم. ماشي. يلا يا جماعه كله يجي. ثانيه واحده الناس الاجتماع فاضي، يلا بينا. حضرتك النهارده الاكلات كلها هتتم على اكمل وجه، في اي طلبات مني معينه؟ لا حضرتك شوف اللي حضرتك عايز تعمله، احنا موجودين معاك. انت مصر على حضرتك برضه. ماشي. طيب حضرتك تقدر تتفضل وانا هتصرف. ماشي انا هروح دلوقتي اشوف الناس واجي. انه ناس المهرجة الهندي والعالم دي كلها. اتفضل. تياترو مصر.
دلوقتي يا جماعه فرصتكم النهارده، هعلمكم اكلات جديده. الاكلات اللي هعلمها لكم عمركم ما تتخيلوا ان انتوا تتعلموها في اي حته غير عندي. كله يجمع، كله يجمع. اهم حاجه وانتوا شغالين الشيف الشاطر هو اللي دايما بيبقى بيعمل دوشه طول ما هو شغال. يعمل دوشه يلبخ الناس في الدوشه، مش مهم هو بيطبخ ايه. زي محلات الكشري يعني، نقعد ايه نقعد نخبط. ايه ده؟ ده مين ده قريبك؟ ده ابن اختي، معلش جايبه اتبسط. جايبه اتبسط؟ في يوم صعب زي ده؟ جاي يتدرب النهارده؟ معلش يا مستر. ماشي، عموما هنشتغل دلوقتي. حد عايز يسال اي حاجه قبل ما نشتغل؟ انا. اتفضلي. المسقعه الهندي تتعمل ازاي؟ المسقعه الهندي بنجيب بتنجان هندي. انت بتعمل ايه؟ انت بتشرب لبن؟ بشرب شويه. انت مش اتفطمت يا؟ المسقعه الهندي بنجيب بتنجان هندي وبنجيب فلفل اخضر هندي وبنجيب طماطم هندي ومعاهم فصين توم مصري. ايه ده، اشمعنى التوم مصري؟ وهنلاقي توم هندي منين يعني؟ المهم بعد ما بنجيب ده بنقلبهم كلهم مع بعضيهم وندخلهم الفرن، نطلعهم الفرن نديهم لاي حد هندي ياكلهم بقى. ها ده بالنسبه. عايز ايه؟ عايز اخش الحمام. انت جايب لي طفل معاك؟ معلش دخلوها يزروت الدنيا. اللبن فظيع. انت عايز ايه؟ عايز اعمل حمام. هنزل انا بس تحت. بس 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 حاضر. بس يا حبيب، بس يا حبيب، بس يا باب، بس مش يوم هبل خالص النهارده. معلش يا شيف. نعم. هو انت يا شيف لما كنت مسافر الهند كنت شغال شيف برضو؟ مين اللي سال السؤال ده؟ الواد ده. افتح ايدك. انا مالي؟ افتح ايدك. عارف ده ايه؟ ايه ده؟ المضرب بتاع البيض. ها؟ الله يسامحك. والله مضرب بيض، والله انا ما بهزرش. ايوه. انتوا فهمتوها ايه؟ مضرب بيض. ماما بتعمل بيه كيكه، بتقعد تعمل كده. صح. كيكه. مشيها كيكه. والله كبرت وبقالك حس يا. ها دلوقتي عايزين تعرفوا اي حاجه تاني؟ ايه الاكلات اللي احنا هنعملها للمهرج؟ احنا هنعمل كركم بالكاري، اوكي، وهنعمل يعني شويه اكلات هندي. اسمها هيبقى صعب عليك، وانا قعدت 3 سنين في الهند، بس لعلمك هناك في الهند بيتكلموا 100 لغه، يعني اي حد عايز يتكلم اي لغه يتكلمها، مش مهم يبقوا شبه بعض. ايه ده، افهموا بعض ازاي؟ واللي عايز يفهم يفهم، اللي مش عايز يفهم ما يفهمش. يعني هناك الهند كل حاجه متاحه يعني. عشان كده يا جماعه الاكلات دي مهمه جدا، لان المهرجه لو جه واتبسط المطعم ده هيبقى ايه. معلش يا باشا، ثانيه واحده بعد اذنك. ايوه ثانيه واحده يا باشا. ايوه مستر عساف. خير دلوقتي الحرس الهندي جه. الحرس الهندي؟ الحرس الهندي بتاع المهرجه جم. جم. فين هم؟ بره. موجودين فين؟ الحرس الهندي بره. موجودين جوه؟ جوه. بره. جوه. جوه موجودين هنا بره على الباب بره. مين دول؟ الحرس الهندي بتوع مين؟ بتوع المهرجه. فين هم؟ في الباب. فين المهرجه؟ بره. والحرس في الهند. قصدي الحرس الهندي. الحرس الهندي موجود مع المهرجه. فين المهرجه؟ على الفيل. والفيل فين؟ في الهند. الفيل في الهند. والحرس جم. نادي الحرس بسرعه على الباب بره. هاتهم بسرعه. نادي الحرس. يلا يا جماعه جهزوا. الحرس الهندي كيرامولا يتفضل. انا هندي وابويا هندي، بسماري ولوني هندي، وكل هند الله علي، وكل هند الله علي. شربت من جوزها جوز هند وقلت اجوزها الهند. شربت من جوزها جوز هند وقلت اجوزها الهند، وكل هند الله علي، وكل هند الله علي. سينا سمر سرمان سينغالا سينمال برون سينغالا سينمال سرمان تيرو بلا سيرو سينمال سمن ترا بريكا سمر تي رمان بلا سرمان ترا ترا سمن ترا ترا سمن كلام سينمال بو بو بو. للغة العربية اضغط 1. للغة الهندية اضغط رقم 2. سينمال سينمال بقول لك ايه؟ انا ضاغط 1 وانا في ايه؟
سينا بلا سينا بلا ايه ما انا اتنيلت دوست واحد بولا سينا بلا انا اقعد ساعة بقى تغني بالسيني بولا ابنك لما انا داي الزف سينا غلا بالسينا بقول لك ايه هتعملوا فيها عساكر صلاح الدين لا سينا كوتوس فين سينا بلا ولا بولي سينا بلا واحد بولي سينا ايه يا عم في ايه ما انا دايس من الاول بص هنا واحد هنا اتنين هنا بغير ما تدوسش سيدو بابا سيدو بابا خلي الملاكي يركن يمين سيدو ماما خلي الملاكي يركن شمال سيدو جدو خليه في مكانه عشان تعبان ما تحركوش من مكانه شوف انت مين سيد انت فين سيد انا ما اعرفش غير انتو سيد هو ده الحاجه الوحيده اللي بتراقب اي كلام تاني ده رغي على الفاضي انا شاروخان زكي شان اما تبت شان معاك شكرا هو بيعمل ايه ده بيصلي هو بيضه بيضه امهات هو بيعبد فراخ بيدن ده بيدعي شيل ما شيل. في بيضه وقعت من الصلاه تفتيش طيب تفتيش كل الناس تفتيش تفتيش يلا يا جماعه مش مشكله كله يتفتش ما جراش حاجه الناس عايزين يطمنوا عشان المهرجه يلا تفتيش يلا كله في الدور كله يقف ماشي فتش يا عم اسمك ايه اسمي عساف عساف وانا ماشي ليالي عساف الفره تمام ايه هو ايه اللي تمام تمام ازاي يعني هو عندي التفتيش كده اسلوبي كده بعمل ايه ما دام اسمك جه معايا في اغنيه يبقى انت ما فيكش متفجرات خلاص ده اسلوبك ده اسلوبي طب خلي بالك عشان انا اسلوب القرد بقى عزك امشي اسمك ايه اسمي زعتر زعتر وتعمل وتنسى هواك لا تمام مفيش اي حاجه اتفضل اسمك ايه ليلى يا مجنون مش انا ليلى ولا ابن اسمتها وكهيله يا مجنون مش انا ليلى ولا ابن اسمتها وكهيله عايزنا اقول بحبك ليه بحبك بس مش ليلى يا اتفضلي يا عبد اسمك ايه تامر عينيا بتحبك وقلب تمام اسمك ايه مكرم مكرم من كده ايه قلبي وسبته لا تمام مفيش اي حاجه اسم حضرتك ايه شبيني شبيني جوه حضنك يوم شبيني جوه حضنك يوم ودفيني دفاتوا سنين انا وعيني بتحلم بيك ألف الله ينور يا فقش الله ينور سيب المعسكر بقى اللي انت مش دول شنخر ومنخر بتوع السلاحف تمامات 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 من هنا للشلالات حبايبنا بلديات تمام كده تمامات تمام تمام كده التفتيش نرجع شغلنا شو الغلط السرين بلا سرين بلا 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 دوسنا زفت واحد ايه القرف ده انت حاجه مقرفه ها كله تمام عرفنا دلوقتي عمل الجزر احنا بنجيب الجزره بنحط الجزره كده معلش يا باشا بعد اذنك ثانيه واحده ايوه عشان اسف بس المهرج الهندي وصل فين على الباب بره مين المهرج الهندي جاي من الهند لا يا راجل اول مسلسل اللي هياكل النهارده المهرج الهندي فين هو واقف بره طب ما تخليه يجي في الهند هو المهرج المهرج على الباب الهندي الباب في الهند خليه يجي خليه يجي بسرعه خليه يجي بسرعه بس هو جاي ليه جاي على الهند جاي في ال في جاي عندنا في المطعم المفروض يجي المفروض يقعد في المطعم صح امال هو جاي ليه عشان الهند جاي جاي يشرف علينا جاي يشرف لا انا ما حدش يجي يشرف علي انا اقدم له الاكل وياكل زي ما هو ماشي مش ماشي لا غلط قول لي لازم يجي اقول لازم يجي ماشي المهرج لازم يجي دلوقتي خليه يجي دلوقتي حالا ايوه ماشي من جاي منين جاي من الهند جاي. خليه يجي ماشي ثانيه واحده المهرج الهندي شامبورا يا تفضل شامبورا
حليلة عليدة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلامه واضح. عليكم السلام. ساري جاري ماري هاري مصرياتا حلوياتا أهراماتا برجاتا نهر نيلاتا اشربوا مني وارجع تناتا. الله الله، سمعين الكلام. راجل بيقول اللي يشرب من النيل لازم يرجع تاني، هو هيلاقي دواء بالهاريسيا فين غير عندنا؟ اهلا وسهلا. تشرفات تشرفات تشرفات. فين حبيباتا؟ وين حبيباتا؟ مين جمارة دي؟ حبيبته كانت معاه. الراجل بيقول حبيبته كانت معاه. فين حبيبته؟ حبيبته فين؟ حبيبته موجودة برا على الباب. فين؟ في الباب برا. حبيبة مين؟ حبيبة الهند. المهرجة؟ اه. حبيبة الهند؟ اه. موجودة برا على الباب. دي ايه، جوز هند؟ اه. مرات هند؟ مرات الحباب. ناديلها بسرعة. دخل الباب؟ لا. أمال دخل مين؟ دخل مراته ولا مرات حبيبته؟ حبيبته؟ اه. ثانية واحدة، ثانية واحدة. حبيبات المهرجة هشهقوا يا تفضل. يا استغفر الله العظيم. حبيباتها اينا جيني هم كبي كوشي كبي جم اينا جيني هم كبي كوشي كبي جم اينا جيني هم كبي كوشي كبي جم يا حبيبي. حبيباتا حبيباتا وكرمليايا اينا جيني هم كبي كوشي كبي جم اينا جيني هم الاكل يتاكل هم والواجب يتحيف السم في السم. انت شريرة انت شريرة هاي كرم وسكش هنجي ما جايش عادي هاي. كمل الفيلم للاخر ولا ايه؟ مستر عساف الناس هيجوا يشرفوا علينا في الاكل. ايوه ان شاء الله. ها هم دول. حضرتك بقى اتاكد من المطعم وكله تمام. اتاكد. حاضر. الترابيزات نظيفه، الكراسي سليمه. ها ايوه. ثانيه واحده ماشي اشوف. اتفضل. انا داخل اوضه العمليات مش عايز حد. اتفضل. اهلا وسهلا، نورت يا مهرجة. حبيبات كاتي بيري شكيرات مرايا فضيحات على ملاقي وسأعلنات في كل المجلات والبنرات كيلة شاء احتباس. شكلها قفشت منه. خلي بالكم قفشت قفشت. دي جماري جاجاجا ده اكلاتا جعاتا. الاكل حالا هيكون جاهز. اتفضلوا بس ارتاحوا واحنا نعمل لكم كل حاجة. السول سينما لغاية السينما انترنز بلا السينما. قضي له الكرسي وروح يلا. سينما لا استنى بلا سينما سينما ولا السينما دول السينما ترى. الله يخليك. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك في اكل معين عايز تاكله؟ تابوتا لازاليزا وراول. ايه العرف ده يا عم انت؟ ولا ولا ايه ابن اختك ده؟ معلش ما هو ما هو الحاجات اللي تأدب برضه. عايز اخطبوط من اصل بقول لك لازاليزا وراول. انت مالك؟ انت مش جاي تتعلم؟ ايوه. اول حاجه تعلمها تقعد ساكت. ها ماشي. احنا اوكي لازاليزا وراور هنعمل لك كل اللي انت عايزه دلوقتي حالا. بص يا حضرتك بالنسبه للخيار ده متقلقش متقلقش والله بيعمل. ثانيه واحده بعد اذنك يا باشا. بعد اذنك انا اسف بس ايوه بس الواد سمير جه. الواد سمير جه؟ انا اسف جدا. الواد سمير ده معلش مش هيكمل معايا لازم يترفض. يترفض يعني ايه؟ يترفض ده سايب لي الزباله بره هنا عند المدخل بتاع المطبخ. يعني لو المهرجه كان عدى يشوف الزباله منظرنا هيبقى عامل ازاي. يترفض ده طلع ظابط. مين؟ الواد سمير.
طلع ظابط؟ اه والله. المرمطون اللي احنا مشغلينه معانا هنا طلع ظابط كان بيراقبنا ولا ايه؟ طلع ظابط. يعني ايه كان عامل نفسه شغال معانا عشان المهرجه؟ يا نهار اسود ده انا هزقته جامد. لا ما ينفعش بقى لازم نعامله باحترام لا هيقبض علينا. اي بس انت اللي كنت بتسخنني عشان اهزقه. انا ما بسخنش حد انا. انت اللي سخنتني. انت اللي سخنتني وقلت لي. انت اللي سخنتني وقلت لي. والله العظيم ابدا. طب نديل. انا دلوقتي سمير. خلاص. خلصت ايام الذل والمرمطه. ونظف يا سمير وامسح يا زفت وتعالى يا سمير دلوقتي سمير بقى البريمو سمير بقى البريمو خلاص كل واحد داخل يشتم في سمير هو سمير ده ايه معلش سيادتك يا سمير بيه والله اللي ما يعرفك ما يعرفك اصبر عليا يا شيف انت بالذات حضرتك هو اللي كان بيسخنني عليك انا ما كانش قصدي اصبر يعني. عليا حاضر إيه؟ قلت لهم يا سعساف ما انا لا لسه ما لسه من غير لف ودوران احب اقول لكم ان انا النقيب سمير فاروق من وزاره الداخليه شفت مش قلت لك هات بقى ال100 جنيه ايوه يا مروه طلع ظابط زي ما قلت لك عارفين كل حاجه حضرتك هو اللي كان بيسخنني عليك يعني. اصبر يا شيف اصبر انت حسابك بعدين حاضر طب ما دام انتوا عارفين بقى تعرفوا ان احنا جالنا اخباريه ان في قنبله محطوطه في المطعم هنا شفت في قنبله هات بقى ال 200 جنيه ايوه يا مروه طلع في قنبله زي ما قلت لك ده انا شغال مذيع بقى مش ظابط ايه الهبل ده طب انتوا بقى عارفين ان القنبله دي احتمال تنفجر في خلال نص ساعه يا لهوي نص ساعه يلا يا جماعه كله ياخد فاتح شا عمري شا عمري لا انزل يا كمال معايا الملاح شا عمري شا عمري شا عمري بقول لك ايه خد دي حمرا دي حلوه خدها معايا حلوه والله تعال ابعد عنه ابعد عنه شا عمري شا عمري ايه اللي احنا فيه ده معلش انا مع حضرتك يعني انا احسن احسن عشان برضو لو انفجرت ما يبقاش معانا حد هرجة مرجة ورا جربة لا قول له ياخد ساتر ده طب حضرتك تعرف تتكلم هندي اجرب ممكن كظابط يعني ورايح فالكرمي كرجادو البرمجبر كاجادو حبيبي ده عزمتو كوبيتي خو خد برهيكاجو الكمبيلة حبيتو وعمل ايه يا دي النكد ناري من اللي انا فيه ايه العمل في كمبولا اجري اجري في كمبولا ساتر ما شاء الله حضرتك قولك يا شيف انا عايز من الخدمة تحت بس هو اللي كان بيسخنني حضرتك انا هسامحك على كل حاجة ايوه حضرتك بس تساعدني انا اول مرة في حياتي افك قنبلة حضرتك ما فكرتش قنابل قبل كده اول مره ونفسي انجح فيها ابوس ايدي لا ما تقلقش احنا 100 100 الاول نلاقيها وبعد كده نشوف هنعمل ايه ندور على القنبله في قنبله هنا اهي ايه ده لقيتها بسرعه اه ظابط بقى صح بس الحمد لله مش مظبوطه على تايمر والا كانت انفجرت فينا كلنا الحمد لله ايه الصوت ده هي مظبوطه على تايمر وهتنفجر فينا كلنا بعد 59 58 57 56 احنا نقعد نعد ما تفكها بسرعه ما تفكها بسرعه حكايه اعتماد شبه معاه حكايه هو فين انا عايز افهم هو فين انت مين التالته يمين يا وليه انت مين خلصيني انا مرات المهراجه انت مرات المهرجة؟ مراته ولا محل سكنه؟ انجزي هو فين يابا والنبي الله يا وليه في قنبلة هتنفجر يا عم ايه اللي طلع قنبلة هنا؟ ما هي تعالى المهرجة اهو روحي سيبينا دلوقتي نشتغل ماتي؟ ماتي مات حبايب بلا حبايب بلا قرايب تتجوزني من 20 سنة وتخلف مني واد وتسافر ويوم ما ترجع ما تسألش عليا وكمان جايب لي درة دي مش درة امال هند صبري؟ اعتماد انت في قلوب بلا قلوب بقى بلا حبوب ما تضايقنيش فين ابني ابنك اخرست ابنك ضاع ضاع ياه
احلم باللحظه اللي اشوفه فيها. ياه 20 سنه بتخيله وهو بيكبر يوم ورا يوم. ياه 20 سنه نفسي اخده في حضني ويقول لي يا ماما ماما يا وتقول لي ضاع. يا راجل يا ممل قول لها الواد فين هنموت. ابنك مات. مات؟ في ايه؟ البتاع مسكت في ايدي. اعتماد خلاص اعتماد. بقول لك ايه؟ انا اللي غلطان، انا اللي ما سمعتش كلام ابويا من الاول. يا ما ابويا قال لي. والله يا ما ابويا قال لي. قال لك ايه؟ ابويا قال لي ارمي الشبكبك. امي قالت لي البحر ياكلك، شنجر بنج النوم ما كلش السمكبك. اسقف كابوريا اسقف كابوريا لو اسقفوني هاسقف. والله هنروح في داهيه والله العظيم. ماتي انت بالنسبه لي خاين، انت اتجوزت عليها 9. الشارع الهندي محل لنا 10. بلا هندي بلا مندي. اسكت بقى انت بقى تعالي هنا. انت اسمك ايه؟ كرام. كرام؟ كرام مين يا شعر عرق يا لنخميره يا رد الرد يا مصطبه هد يا ابره مصديه يا سيد غاليه؟ وشو؟ شو؟ شو شو مين؟ اختي شو بس مالكش فيه. يلا يا ولية كدابه. انا كدباته يا دحلباته يا معفنته يا جربناته يا ماشفة. اهي طلعت من بولاق. وعلى اساس ان انت من لبنان؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في صوصه جوه القنبله. ده بنطلون انا. يا اعتماد خلاص حبايب، انا قليل الاصل واستاهل. على راي المثل قليل الاصل لا تعاتبه ولا تلومه، ده زي البقعه لا تطلع برابسه ولا بقومه. تعال لي هنا بقى. ايوه يا اسمع القرارات الجديده. ايه القرارات؟ ترجعها بلدها الهند. سوف ارجعها. وتجيب لي هديه من هناك. سوف اجيب لك ايضا بعض من المال وذهب وفضه وياقوت ومرجان ومعسل اصلا. انت لسه ما بطلتيش. الله يخليكم النبي. ماشي سوف يحدث كل هذا. البلا وما بت. اهي الحمد لله كده. فاضل قد ايه؟ ثبت بقى في السلك الاول. اهو ها ابوس ايدك. ماشي ماشي فك بقى. ايه اقطع انت السلك ده. انت بتفهم في القنابل يا شيف؟ يا عم اي مصري بيفهم في القنابل تلاقيهم بيفككوا قنبله. المصريين كلهم ملمومين. يقول له اقطع الزرقاء ما تقطعش الحمراء. والله شعب ملوش كتالوج ما بيخافوش يابا. لا والولية تبقى في الشباك تقول له اعمل لك شاي يا ابني. شاي ايه؟ والتاني يقول له ثلاثة بالله العظيم ما تفكها الا في بيتي. يا راجل انت يعني انا اعمل الحمرة على رمانتك؟ اقطع الحمرة انا اتفرجت كتير. ده خلاص فاضل 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اتمنى امنية يا شيف. يا رب قنبلة تفرقع ونخلص. قنبلة ولا انت عملت حاجة؟ ايه القنبلة دي؟ ده دقيق. مش في مطبخ لازم طبعا. ده الحمد لله دي طلعت اي كلام. يعني انا نجحت في اول اختبار اكيد صح؟ 100 100. تعالوا يا جماعه مفيش حاجه. يا جماعه تعالوا يا جماعه طلع مفيش حاجه الحمد لله الحمد لله. يعني هم كانوا عاملين للمهرجه القنبله دي، هم كانوا عايزين يوسخوه بس مش ياذوه يعني. يا سلام الحمد لله يا جماعه. الحمد لله الحمد لله يا رب. ده عمرك جه كله الحمد لله. ده عمري زي ما هو. كنت واخد ازازه الخل ليه يعني؟ الحمد لله. خد يا شاطر تعال. نعم. عارف في بوكس بره؟ هتلاقي فيه 2 مجرمين، هاتهم وتعال. حاضر. انت جاري ماري؟ دلوقتي احنا لقينا المجرمين اللي كانوا عايزين يقتلوك وهجيبهم لك تشوفهم عشان نتمم المحضر، اوكي؟ كل الكلام اللي انا قلته لك ده بالهندي. قشطه، فهمت؟ كله تمام. خلاص. فين الناس المجرمين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعال انت هنا. انت مين طلعك من الفرن؟ هاي انت بتحكي؟ حطك جوه؟ حول الله. شتي انت اولا عشان ما تبرديش.
لفي لفي هات. عايزين شاورما لحمه ولا فراخ؟ اكله حلوه. دي مرات المهرجة يا عم، مرات المهرجة. يا عم امشي بقى. معلش احنا اسفين جدا، اسفين جدا يا فندم. يا ابني المجرمين فين يا ابني؟ فين المجرمين؟ لا مهرجة خطف حبيباتك. يعني البت دي كان بيحبها الواد ده، الواد الاصفر ده، اللي هناك دي كان بيحبها ده، وجاي ينتقم من المهرجة عشان خاطر خدها منه. وحاطط قنبلة دقيق يا هبل. ما انا فطاطري اصلا. ايه ده؟ ابني حبيبي نفس الشكل نفس الملامح نفس العينين، بس في علامة لو اتأكدت منها تبقى انت ابني. هو كتفه تحت رقبته. كتفه تحت رقبته وانت مخلفة شمبانزي يعني؟ يا وليه يا ابنك مين؟ ابنك ده مين؟ اسمه ايه؟ كوارم ابني. كوارع امي؟ قول لي يا ماما. ماما يا حبيبي وحشتني قوي. ايه انت عربية نقل؟ ايه ده؟ انت بتعمل كده ليه؟ لا اصليتك من ورا احمر، فاكرك بتصوري فيديو. انا اسف. انا اسف. بس البطارية هتفضى. بس حبيباتها كرام حياتي، تسيبي شاب أموراتها وتهربي مع حماراتها. بحبك يا كرام. بحبك يا همارة. بحبك يا موهي. موهي انت بتكلمي هنيدي؟ يا ايه الحلاوة دي؟ عايزة حاجة؟ يعني معقولة رايح تتجوز يعني حبيبة ابنك في النهاية؟ كنت أكتشف ذلك عند كتب الكتاب. زي الافلام الهندي لازم في اخر لحظه يكتشف ان هي مش ما تنفعلوش. طب يا جماعه احنا ناكل بقى، المهرجه زمانه مات من الجوع. لا قبل الاكل يجب ان نحتفل بزواجهما. يعني خلاص هتجوزهم؟ حلال عليك موسى. نحتفل وبعدين ناكل. يلا نحتفل، يلا نحتفل. جبت باقي بنسي.